خلينا نبتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور محمد حسين، مدرس الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، وعضو الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الليفر أناتومي والليفر فانكشن، فيسيولوجي يعني بتاع الليفر، والأكيوت فيرال هيباتيتس. حاولت لما حضرت المحاضرة أفكر إيه الحاجات اللي ممكن نعملها أو ناخدها بحيث ان هو الكلام اللي احنا نقوله النهارده يبقى ابليكابل او يبقى اون براكتيكال باك جراوند، يعني الكلام اللي احنا ناخده يبقى ليه فايده في على الواقع العملي. تمام، فهنبتدي النهارده اول حاجه في الليفر اناتومي. الليفر يا جماعه من اكبر الاورجنز في الجسم، بيقع في الرايت هايبوكوندريا، وهو عباره عن فصين حقيقه، ليفت لوب والرايت لوب، مفصولين عن بعض بليجامنت مهم جدا اسمه فالسي فور ليجامنت. تمام، دي النقطة الأولى بالنسبة للليفر. لكن بصراحة الليفر مش بس رايت وليفت لوب، لا، حاجات كتيرة تاني. التفاصيل موجودة في الأندر سيرفس بتاعت الليفر. فيه مجموعة من البلاد سبلاي المهمة جدا اللي بتغذي الليفر، منها وعلى رأسهم وأهم واحد فيهم هو البورتال فين. وهناخد كمان شويه ايه قصه البورتال فين، البورتال فين وجاي من فين، والتريبيوتريز بتاعته، وايه قصته، وايه الابلكيشن بتاعه او الابلايد اناتومي اللي احنا ممكن نستفيد منه. مش بس البورتال فين، البورتال فين يا جماعه بيوصل ما يقرب من 70% من البلاد سبلاي الخاص بالليفر، بيصل عن طريق البورتال فين. لكن ال 30% التانيين دول بيصلوا عن طريق الهيباتيك ارتري. ودي معلومة غريبة جدا، ان مع كل المعلومات اللي احنا نعرفها قبل كده ان اللي بيمد اي اورجان بالبلط غالبا بيكون ارتري، لكن غريب جدا انك تيجي النهارده تقول لنا ان البورتال فين اهم من الهيباتيك ارتري في امداد الليفر بالبلط، لكن هي دي الحقيقة بصراحة. والمعلومة الثانية الغريبة ان البورتال فين ده بيشيل النيوتريشن بتاعته كلها اللي بيمد بيها الليفر ثرو ذا جي اي. يعني هنعرف كمان شويه ان البورتال فين ده ما هو الا اتحاد السبلينيك فين مع السبيروميزنتريك، والسبيروميزنتريك ده واخد من الجي اي ميكوزا كلها، جاسترونتستاينال ميكوزا، بياخد كل النيوتريشن اللي جايه ويروح وديها لليفر عشان يعمل الليفر يبتدي يشتغل رحلته الطويله في الجلوكونيوجينيسيس والليبيد ميتابوليزم والبروتين ميتابوليزم وكل القصص بتاعه الميتابوليزم كلها بتتم جوه ايه؟ الليفر. هتتم ازاي؟ عن طريق ايه؟ البورتال فين اللي هو اساسا كان عباره عن سبلينيك فين بلس سبيروميزنتريك. طيب كويس جدا، بس انت ما جبتش سيره الاكسجين هنا، يعني انت جايب نيوتريشن بس. بصراحه البورتال فين هو اهم من الهيباتيك ارتري في امداد الليفر بالنيوتريشن، لكن يظل الهيباتيك ارتري اهم من البورتال فين في ان هو بيدي الليفر اكسجين. تمام، يبقى حوالي 80% من الاكسجين بيوصل للليفر بيوصل عن طريق الهيباتيك ارتري، وحوالي 20% بس من الاكسجين بيوصل عن طريق البورتال فين، لكن النيوتريشن الاساس فيها البورتال فين نوت ذا هيباتيك ارتري. كده انا فهمت ان الليفر ليه حاجه اسمها دول بلاد سبلاي. عايز تقول كده؟ بصراحه عايز اقول ان هو ليه دول بلاد سبلاي ثرو ذا بورتال فين اند هيباتيك ارتري. طيب خلاص وصلت. ايه تاني بقى عايز تقوله؟ عايز اقول كمان في حاجه اسمها جول بلادر. جول بلادر ده موجوده في الجول بلادر فصه، وده موجوده في الاندر سيرفيس بتاع الليفر، وليها قصه تاني. بتصنع البايل؟ لا مين قال لك بتصنع البايل؟ هي بتخزن البايل، وليها كونتراكتايل فانكشن، انها بتعمل كل شويه تانية تعمل بامبنج وتحول البايل كله اللي طالع من البيليري كانيليكيولاي ومن الليباتوسايتس متصنع جوه الليفر، بتخزنه وتعمل له بامبنج لما تاكل اي حاجه فيها ليبيد وفات ومش عارف ايه وكلام من ده، علشان البايل ده يبتدي يعمل دايجيشن. طيب خلاص فهمت جول بلاد. وايه تاني؟ ايه تاني؟ دي شويه حاجات منهم الحاجات دول على سبيل المثال الاي في سي. ايه الاي في سي؟ الاي في سي ده الانفيرو فينا كيفا. الانفيرو فينا كيفا ده مسؤول عن ان هو عباره عن ثلاث برانشات، رايت وليفت هيباتيك فينز وميدل، رايت وليفت وميدل هيباتيك فينز، يتحدوا مع بعض يعملوا الاي في سي، يلموا كل البلاد سبلاي اللي هو الدي اوكسجينيتد بلاد راح للليفر هيباتيك ارتري اند بورتال فين، يلمهم الاي في سي وياخدهم ويوديهم يرجعهم تاني للهارت.
طيب وشويه ليجامنت كده، وفي حاجه في النص كده بين الرايت والليفت لوب اسمها الكوادريت لوب. كوادريت يعني مربع كده، كانه مربع حته من تحت زي ما حضراتكم شايفين. لغايه كده الكلام مفهوم؟ مفهوم، بس احنا عايزين نفهم شويه في البلاد سبلاي لانها اتلخبطت. لا ما تتلخبطش ولا حاجه. هو عندنا حاجه اسمها، عندنا حاجه اسمها الابدومينال اورطة. الابدومينال اورطة ده بيطلع برانشات محترمه جدا، منها هذا البرانش. لو حضراتكم شايفين البرانش ده بيتفرع على حاجتين، بيتفرع بيدي كومن هيباتيك ارتري، حد شايفه؟ والسبلينيك ارتري، وبيدي كمان البرانش المحترم ده اللي هو الليفت جاستريك والليفت هيباتيك ارتري. خلاص، طب ايه البرانش ده القصير اللي انت قاعد تقول لي بيطلع وبيفرع؟ اسمه السيلياك، السيلياك بلكسس او السيلياك ارتري. ده اول برانش بيطلع من الابدومين الاورطه وبيدي هذه التفريعات. يعني هيديني ايه في الاخر؟ هيديني الكومن هيباتيك. طيب معلش انا برضو ما فهمتش منك الكومن هيباتيك ده وظيفته ايه او ايه قصته. انا هقول لك حته ابلايد كده بيني وبينك عشان تبقى فاهم. الكومن هيباتيك ده مهم يا اولاد في حاجه. في حد عايز يقول حاجه؟ ادنيت اللي فاتح المايك يقفله. طيب في حد بيقول بعد اذنكم اللي فاتح المايك يقفله لانه شكله هو مش عارف يسمع. خلاص كويس. قلنا الكومن هيباتيك ده ايه بقى الابلايد بتاعه او ايه الفايده بتاعته؟ حد قبل كده سمع عن عيان قال له ان انا عندي بؤره في الكبد ورحت للدكتور قال لي هيعمل حاجه اسمها تيس؟ عايز اسال الناس اللي معانا عشان يبقى في انتر اكتيف يعني سيشن. حد سمع الجمله دي؟ يا دكاتره، دكاتره يا تجاوب يا اختار. محدش سمع خالص عن حاجه اسمها تيس او حقن البقره خبيثه في الكبد. طيب في حاجه، العيانين اللي هم عندهم ليفر سيروزز بعد فتره بيحصل لهم هيباتوسيلولار كارسينوما، ولما يحصل لهم هيباتوسيلولار حقن البقره، لكن التيس لا. طيب كويس، حقن البقره ده ممكن يبقى بكذا طريقه زي ما حضرتك بتقول يا دكتور ارهام. ممكن يبقى باستخدام مثلا يعني زي مثلا ان احنا نعمل بيركوتينيوس ايثانول انجكشن، او بعض الناس بتعمل حاجه اسمها ار اف تردد حراري، او بعض الناس بتعمل مايكرويف ابليشن. لكن في حاجه اسمها تيس، تي اي تي اي اي سي، تمام؟ التيس ده اللي هو ترانسفر ارتيريال كيمو امبولايزيشن، عبارة عن ايه؟ عن ان هو بيخش من الابدومنا اورطة، لما بينتهي بينتهي بكومن هيباتيك رايت اند ليفت كومن هيباتيك، بيخش بقى من الكومن هيباتيك ده ويخش هنا في الابدومنا الاورطة ويقعد يمشي بالقسطرة بتاعته، يمشي 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 لغاية ما يخش هنا في البرانش ده في الكومن هيباتيك اللي هو رايح ناحية الليفر، ويدور على الفوكال ليجن. الليفر هنا مكانه بيبقى في الحتة دي، ويدور على الليجن، الليجن موجود هنا فيروح داخل بالقسطرة في الحتة دي ويروح حائن المادة الكيماوية بتاعته هنا، أو يطلع كده ويكمل. البقرة موجودة هنا فيروح حائن هنا، البقرة موجودة هنا فيحائن، وهكذا علشان يعمل ترانس ارتيريال كيمو امبلايزيشن، يعني حقن شرياني لأوردة الكبد. خلاص، يبقى دي هي الأبلايد أو هي دي الحتة المهمة في الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيها. طيب بالنسبة للبورتال فين، ايه بقى حكاية البورتال فين وبيتكون من ايه والكلام ده؟ ده كلام مهم جدا واحنا محتاجين نعرفه. البورتال فين قلنا هو عبارة عن اتحاد للسبلينيك فين مع السبيروميزنتريك، يتحدوا مع بعض ويكونوا حاجه اسمها البورتال فين. والبورتال فين السيبيروميزنتريك طبعا ده كان جاي من ميكوزا بتاعت السمول انتستين زي ما حضراتكم شايفين، بياخد كل البلاد سبلاي بتاع والنيوتريشنت الموجوده في الجي اي في الجاسترونتستينال تراكت ويوديها للليفر عشان يبتدي الليفر يعمل لها ميتابوليزم. والبورتال فين ذات نفسه بيخش بقى يتفرع جوه الليفر لسمول برانشز. تمام، حد سمع قبل كده عن حاجه
اسمها بورتال فينس ثرومبوزيس، او قال لك ده جاله هيباتو سيلولار كارسينوما، وبعد كده للاسف جاله اتش سي سي. بعد ما جاله اتش سي سي او هيباتو سيلولار كارسينوما جاله بورتال فينس ثرومبوز. حد سمع عن القصه دي؟ ايوه يا دكتور سمعت، وادت الى حاجه اسمها ام في او اللي هو ميزنتريك فين اوكلوجن دي. يا سلام عليك يا دكتور، صح طبعا، كلام جميل جدا، وكمان دخلته في مصيبه اكبر اللي هي ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. تمام، ان هو جت ازاي بقى يا دكتور؟ دكتور مين معايا؟ انا دكتور احمد احمد. السنهور. ايوه دكتور احمد. بص يا دكتور احمد، البورتال فين ده لما اتقفل حصل بروبوجيتد ثرومبس، نزلت تحت قفلت مين؟ في الميزنتريك فين. السبيرو ميزنتريك. لما قفلت السبيرو ميزنتريك كل سنه وانت طيب، البول كله حصل بول انت سكيمي. عارفه. ايوه، هو ده كان بسبب تقريبا بسبب الكورونا الفتره اللي عدت، وده كان عامل اللي توفى فيها يعني، ما عرفناش نلحقه خالص يعني. ما بيعرفوش يلحقوه فعلا. ده ده انا وكنا عايز في جا... كنا كنا في جامعه طنطا والدنيا كانت صعبه خالص يعني. اي ما حدش بتبقى موضوع صعب جدا. انت بتدي يعني كليكسان وانتي وحاجات ايوه، اجلنت على قد ما تقدر. كل الأدوية دي صح. اي بتدي الحاجات دي كلها عشان تعمل تذوب الجلطه اللي اتكونت دي، لكن المشكله انها بتبقى بروبوجيتد، والقصه بيحصل فيها اكستنشن غالبا وبيحصل كومبليكيشن. معلش ثانيه واحده. الو 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 تمام يا شباب، فدي مشكلة. الحاجة التانية دكتور أحمد بقى، كنت عايز أقول لحضرتك حاجة أخطر من كده. البورتال فينس رومبوزز دي بتبقى مانع من موانع ليفر ترانسبلانت. العيان ده يا عيني بيبقى عايز يعمل مثلا ليفر ترانسبلانتيشن، يقول لك أنا عايز خلاص أعمل أي حل بحيث إن أنا خلاص يعني أنقذ نفسي بسرعة. وجود البورتال فينس رومبوزز يقولوا له للأسف مش هينفع، حتى البورتال فين حتى الليفر ترانسبلانت مش هينفع. طيب كويس جدا. في نقطه ثالثه في الاناتومي عايزين برضو يعني نعمل استابليشمنت ليها. ساعات كتيره تيجي تقرا سي تي كده، تمام، وانت دكتور قد الدنيا، تلاقي نفسك مش فاهم اي كلام من الكلام المكتوب، قاعد يقول لك سيجمنت 7 وسيجمنت 5 وكاتب لك ارقام باللاتيني وانت مش عارف اي حاجه من الحاجات دي كلها. حد قابلته القصه دي وهو بيقرا سي تي بتاع عيان في اتش سي سي او هيباتو سيلو كارسينوما؟ معلش عايز تجاوب بس. حد سمع الكلام ده؟ حد شاف سي تي ولقي في السي تي ده مكتوب سيجمنت مش عارف فوكال ليجن موجوده في سيجمنت 5 ونظر فوكال ليجن موجوده مش عارف في سيجمنت كذا حد سمع الكلام ده؟ دكتور محمود، دكتور محمود، محدش سمع. طب كويس جدا. لا بيحصل انك انت تيجي تقرا سي تي تلاقي فيه فوكال ليجن موجوده في الرايت لوب في الليفت لوب، ويقول لك في سيجمنت 6. احنا جايين بقى نقول النهارده السيجمنت دول، الليفت لوب ده يا اما سيجمنت 2 و3 من بالتوزيعه كده بالظبط بالمنظر اللي انا شرحه، لقيتها موجوده بوستيريور كده يبقى سيجمنت 2، من قدام يبقى سيجمنت 3، في النص كده ورايحة ناحية اللايت لوب سنة يبقى سيجمنت 4، الناحية التانية في اللايت لوب سيجمنت 6 اللي هو جنب الكدني على طول اللي هو لازق في الكدني اللي هو ده، سيجمنت 7 اللي هو فوق شوية فوق الستة اللي هو كان لازق في الكدني تحت. الكلام ده ممكن يتشاف بالسونار وممكن يتشاف في السي تي. 8 و5 دول تحت بعض هيتشافوا في السي تي اكتر من السونار. خلاص، ده منظر الليفر بعد ما يبقى سيروتيك. طبعا منظر مرعب، مالتيبل نيديولز ماكرو نيديولز، في اماكن ممكن يبتدي يحصل تيشو بريك داون ويقول لك ان ده غالبا في اتش سي سي وابتدت نعمل لها حقن وكلام من ده. ده منظر السيروتيك ليفر. الاناتومي الجميل اللي كنا بنقول عليه من شويه ده تحول لهذا المنظر خلاص بسبب فيروس سي فيروس بي اي حاجه من الحاجات دي، او عند الاجانب الكحول حاجه من الحاجات اللي ممكن تعمل ليفر سيروسيس. خلاص انا فهمت الجزء بتاع الاناتومي ده بالبلاد سبلاي كله، خلاص غطيته وعرفت السيجمنت بتاعت الليفر عشان لما اقرا سي تي
ابقى واخد بالي من الكلام اللي حضرتك كنت بتقول. This liver is amazing organ. ليه؟ The liver is the largest organ in the body. تمام؟ And the largest gland in the human body. تمام؟ أكبر organ وأكبر gland ممكن تكون موجودة في جسمك. بيقدر يحول أي كمية food بتاخدها لإنرجي، طاقة، علشان تتحرك وتمشي وتعمل كل الحاجات دي. لدرجة أن بعض الريسيرشرز الباحثين يقولوا liver is the second brain. تمام، يقولوا it is the laboratory of the human body، ان هو ده المعمل بتاع الجسم، ياخد كل السموم والحاجات دي ويعمل detoxification ومش عارف ايه وكلام من ده. it is the seat of the soul. تمام، ناس كتير اتكلمت عن الليفر ده، بس انا هقول لكم شويه حاجات غريبه. يقول لك لو انت عايز تعمل مصنع يعمل الوظائف اللي بيعملها الليفر، if a factory is designed to perform the most simple function of the liver, it will need a land with a surface area حوالي 50,000 متر مربع. خلاص، علشان يقدر هتبني مصنع على هذه المساحة عشان يقدر يقوم بالوظائف بتاعت الكبد. بس خلي بالك، the more complex function could never be performed outside the liver. وكمان الحاجات المعقدة مش هتقدر. يعني انت لو انت تصورت انك تعمل مصنع يقوم بالحاجات اللي الليفر بيعملها، هتحتاج مساحة 50,000 متر مربع، وكمان تبقى عارف ان في بعض الوظائف مش هتقدر تعملها. سبحان الله. العيان اللي ممكن عمره 60 سنة لو حسب كمية البلاد اللي دخلت الليفر وخرجت وطلعت وكلام من ده، حوالي 300,000 برميل بترول، بما يعادل يعني كمية الدم اللي دخلت وخرجت من الليفر من ساعة ما اتولد لغاية ما يصل عمر 60. Detoxification لسنجل سبستانس in the liver it will be need 100 chemical steps، 100 خطوة كيميائية عشان سنجل سبستانس واحدة يتم عملية الديتوكسيفيكيشن دي. احنا بنتكلم في موضوع خطير جدا. اذا كان one substance may need about 50 enzymes علشان يعمل ميتابوليزم ليها في 100 خطوة كيميائية، فانت بتتكلم على حاجة عظيمة جدا. طيب ما تقول لي كده برضو، وضح لي، قول لي ايه الفانكشن بتاعته، شغال ازاي، الفيسيولوجي بتاعه. هو بيعمل كليرانس، بيعمل سينسيسز، بيعمل ميتابوليزم، وبيعمل ستورج. الكليرانس يعني هيعمل ديتوكسيفيكيشن لبعض الحاجات، بايو ترانسفورميشن اوف توكسيك ميتابولايتس. تمام، سينسيسز هيعمل تصنيع لبعض الحاجات منها البروتينات، الميتابوليزم للكربوهيدرات والليبيد والامينو اسيدز، الاستورج للفيتامينز والمينرالز والجلايكوجين. خلاص، كويس جدا. اكتر من 500 ليفر فانكشن ممكن نسميها دلوقتي ونقولها. انا مش بقول لك 1 ولا 2 ولا 3، اكتر من 500 ليفر فانكشن نقدر نقولها دلوقتي من الحاجات اللي ممكن يكون بيعملها الليفر. اللي انا اتحدى ان يكون في اورجان جوه الجسم بيعمل كل هذه الفانكشن بهذه الطريقه العظيمه اللي بيصنع بيها الليفر، وبيعمل ستورجنج للفات سوليبل فيتامينز، وكرييتنج التايلز، اميونو الاميونولوجيكال فانكشن اوف ذا ليفر بالريتيكولو اندوثيليوم سيستم، الميتابوليزم بتاع الفات والبروتين والكربوهيدرات، الميتابوليزم بتاع البروتين، وعد بقى كميه الهرمونز اللي ممكن تتصنع جوه الليفر ويحصل لها ميتابوليزم جوه الليفر، برودوسنج يوريا، وازاي اليوريا سايكل شغاله، والال اورنيثين الا اسبرتيت ازاي شغال والرول بتاعه ده. لو نقص بس ال اورنيثين الا اسبرتيت، ال اورنيثين الا اسبرتيت اللي هو يا اولاد اسمه ايه في السوق، اسمه ايه ده في علاج في السوق كده، اسمه ال اورنيثين الا اسبرتيت، حد يعرفه يا دكاتره؟ حد يسمع عن الهيباميرز؟ حد يسمع عن الهيباميرز؟ لا، كلموني يا جماعه. حد يسمع عن الهيباميرز؟ لا. كويس كويس، توفيق. سمعت عنه بس ما شفتوش. كويس، بالتوفيق. طيب، الاورنيتيت الا اسبرتيت ده الهيباميرز، ده نوع من انواع البروتينات الموجود جوه الليفر اللي هو نقصه ممكن يدخل العيان في هيباتيك
ايوه بالظبط كده، الاورنيتات يا دكتور، يا دكتور محمود. فالمهم يعني بروديوسنج اليوريا، بقول نقص حاجه واحده بس من الحاجات ممكن تعمل مشكله كبيره جدا، لولا ويست صح، كل الحاجات دي. فالليفر مليان حاجات كتيره ممكن تتصنع جوه هذا الاورجان. في شويه حقائق عن الليفر فانكشن لازم نعرفهم، ولازم نتكلم عليهم النهارده. نورمال ليفر فانكشن doesn't mean normal liver، علشان ما تقوليش بس ده الليفر فانكشن بتاعته كويسه ده العيان كويس، لا this is doesn't mean this، خلاص يعني ده لا يعني ده. دي النقطه. النقطه الثانيه، هو يعتبر الفيرست دايجنوستيك كلينيكال اكزامينيشن ممكن يتعمل للعيان ويشخص. الحاجه الثالثه او الرابعه، there is no magic test، مفيش تيست سحري ممكن تقول التيست ده هيشخص العيان ويجيب من الاخر ومش عارف ايه وكلام ده. الحاجه الثالثه او الرابعه، never shout in darkness، ما تزعقش وتقعد تدور تعمل كل الانفستيجيشن للعيان وخلاص، تدور على حاجات معينه علشان تقدر تعملها. طبعا الليفر فانكشن السيليكشن كرايتيريا بتاعتها بيعتمد طبعا على الكوست بتاعها، السنسيتيفيتي، السبيسيفيتي، البراكتسابيلتي. ساعات كتير بنطلب تيست معين نقول احنا عايزين اس تي، عايزين بس الاي ال تي، عايزين بس الحاجه الفلانيه علشان نعرف. وده السؤال الثاني اللي احنا بنعرفه دلوقتي، انت بعد ما قعدت تقول الليفر فانكشن المختلفه اللي انت كنت بتتكلم عليها، قول لي الليفر فانكشن دي هتعني ايه؟ علشان النهارده لما امسك ليفر فانكشن تيست اعرف اقراها واعرف كل حاجه منهم مينز ايه. فالليفر فانكشن ممكن انديكيت او ريفليكت هيباتوبيلياري انجري، ممكن التستات دي ميجر الهيباتيك سينسيتيك فانكشن، الوظيفه التصنيعيه بتاعت الليفر. ممكن بعض الحاجات من التستات دي ميجر الهيباتيك كاباسيتي اوف كليرانس، عارف يعمل كليرانس وديتوكسيفيكيشن ولا لا. ميجر الهيباتيك ميتابوليك فانكشن، accurate etiological diagnosis لبعض الامراض. طيب على سبيل، بنبتدي بالهيباتيك انزيمز. الهيباتيك انزيمز يا جماعه مش الاي اس تي والاي ال تي بس، لا ده في الكلاين فوسفاتيز جي جي تي، في حاجه اسمها لاكتيد هيدروجينيز هرمون، في حاجه اسمها ليوسين امينو بيبتايد 5 داش نيوكليوتيدز، جلوتاثين اس ترانسفريز، جلوتاميد دي هيدروجينيز. هل كله ده موجود؟ موجود. بنعملهم؟ لا. ليه؟ احنا ما بنعملش الحاجه غير لما نكون محتاجينها او حاجات معينه وبعينها. طيب طب ما تقول لي بقى كده ايه فايده التستات اللي احنا بنعملها وعايزين ايه؟ اشهر اثنين بنعملهم وكل ما تعدي على حد تلاقيه عاملهم، الاي ال تي والاي اس تي. الاي ال تي ده بيور سيتوزوليك انزيم، لكن اي اس تي ده ميتوكوندريا الانزيم، موجود في 80% من الميتوكوندريا. What's meaning of this؟ يعني انا افهم ايه من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ افهم ان الاي اس تي ده موجود في الميتوكوندريا، والميتوكوندريا دي ممكن تكون موجوده في اماكن كتيره موجوده غير الليفر، فعشان كده الاي اس تي ده it is not specific for الليفر. يعني مش لازم اي ارتفاع في الاي اس تي معناه ان هو في ليفر ديزيز، لكن الاي ال تي لو رفع يبقى ده في ليفر ديزيز. الله، معلومه جميله. يعني انا ممكن عيان يجي لي بمايوكارديال انفاركشن او يكون عنده سكليتال ماسل ديزيز او رينال ديزيز وممكن الاقي الاي اس تي عالي فيهم. تمام، يعني ده مش بتاع الليفر بس، ده بتاع اي ميتوكوندريا الموجوده في اي مكان. لكن الاي ال تي ده رفع معناها هيباتوسايتس انجري. خلاص، دي معلومه جميله انا استفدتها النهارده. خلاص، طيب ايه تاني؟ في شويه حاجات كده على سبيل المثال، مثلا الهاير سنسيتيفيتي مع الاي ال تي، طبعا ما هو بتاع ليفر، ليس دايجنوستيك سنسيتيفيتي في الاي اس تي. في فاريشن في النورمال ليفلز بتاعتهم، مش مشكله، كله ده بيبقى موجود، مش هيعني مشكله، هيقول لك النورمال ريفرنس في الجول بتاع ده. لكن السؤال الثاني اللي انا بطرحه، ايه الاكسترا هيباتيك كوزز اللي ممكن ترفع الاي اس تي والاي ال تي؟ يقول لك لو في كارديك انفاركشن او مايوكارديال انفاركشن، لو العيان عنده سيفير تاكيكارديا ممكن تلاقي بالمونري امبوليزم، هايبو او هايبر ثايروديزم ممكن تعمل كده، الماسكولار ديزيز، هيت ستروك، اي حاجه من الحاجات دي، هايبر ثيرميا، سيلياك ديزيز. اللي هو حد يعرف سيلياك ديزيز ده ايه؟ دكتور احمد، دكتور احمد السنهوري،
دكتور احمد، دكتور احمد، مع حضرتك. تعرف السيليا انا الجديد؟ دكتور مع حضرتك. وهو سمعت السيليا؟ مرض مناعي. هو مرض مناعي. برافو عليك، حسيت القمح. دكتورة آية ممتازة، تمام. ده حاجة من حاجات فعلا حسيت القمح. ده ممكن يرفع فيه الليفر انزيمز. تعرفوا بقى بيعمل حاجة اسمها ايديوباثيك اليفيشن في الليفر انزيمز. تلاقي العيان، طبعا هو التركة في الموضوع ان العيان ده جاي لك بدايرية، جلوتين انتولرانس. برافو دكتورة ندى. العيان ده بيبقى جاي لك بدايرية، يعني يقول لك ان انا عندي ابدومينال بين ودايريا ولوس اوف ويت، واكتر في الاطفال الصغيرين بس ممكن يحصل في الكبار، وابدومينال ديستنشن ومش عارف ايه وكلام من ده، وباي تشانس كده تعمل ليفر انزيمز تلاقي ليفر انزيمز عاليه. فقصدي دي حاجه من الحاجات اللي ممكن تحصل وتلاقي ان الليفر انزيمز بترفع فيهم. طيب، طب في نقطه تاني معلش انا عايز افهمها برضو عشان استريح. ما هو انا ساعات ابص على الليفر انزيمز الاقيها عاليه، بس عاليه علو خفيف كده، يعني الاقيها مثلا الطبيعي بتاعها هي مثلا 40، الاقيها عند فلان ده 57، او الاقيها مثلا طالعه 60. فالمايلد اليفيشن ده اللي هو اقل من 3 فولز انديكيت ايه ويعني ايه؟ يقول لك ده ممكن يعلى مع الفاتي ليفر او النيش. بعض الادويه ممكن تعمل اليفيشن في الليفر انزيمز، وبما اني معاكم هنتهز الفرصه دي وهسالكم ايه الادويه اللي ممكن ترفع الليفر انزيمز. خلي بالكم لو الوقت خلص، الوقت فاضل 10 دقائق عليه، لو الوقت خلص هنخش تاني بسرعه عشان ما نضيعش الوقت. خلاص، ايه الحاجات اللي ممكن ترفع الليفر انزيمز من الادويه؟ الادويه اللي ممكن ترفع الليفر انزيمز، في ادويه معروفه كده اول ما تشوفها، دكتور كرولوس، دكتور كرولوس، دكتور كرولوس يا دكتور، مفيش حد معايا هنا ولا ايه؟ يا دكتور. ايه الاخبار؟ كنت بقول لحضرتك، سمعت عن اي ادويه قبل كده ترفع الليفر انزيمز مشهوره؟ انا في بتجيلي ممكن اللي اجابات هو من الدكتوره ايمان قالت ستاتينز، صح الكلام ده؟ دكتورة ندى قالت الباراستامول، بس الباراستامول بيعمل هيباتيك توكسيستي بجرعة عالية شوية. هبقى أسألك عليها الجرعة اللي ممكن يعمل بيها هيباتيك توكسيستي، مش في كل الأحوال، فعشان كده الباراستامول ده سيف جدا، لكن مش هو الدواء اللي تخاف منه. دكتور كرولوس بقى، إيه الأدوية دكتور كرولوس اللي ممكن ترفع ليفر انزيمز؟ ممكن أدوية اللي هي الريفامبين والريفامبيسين. ممتاز ممتاز يا دكتور، تمام. بص يا دكتور، احنا بنقسمهم لكذا حاجه. رقم واحد بنقول بنسميهم انتي عشان ما ننساش، انتي هايبر ثايروديزم، تمام، الادويه بتاعت الهايبر ثايروديزم. خلاص، دي حاجه. الانتي بايوتكس والانتي دايبيتيك، يعني الاورال هايبوجلايسيميك دراجز، دي برضو تعمل نفس الكلام. من الانتي بايوتكس مين؟ الاريثروميسين والاموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد. وعايز حد يقول لي برضو الاموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد ليه بيعمل او بيعمل بمين؟ يعني واحد خد مثلا ايموكس، واحد تاني خد اوجمنتين، مين اللي ممكن يرفع الليفر انزيمز والتاني ما يرفعش؟ الكلابيولونيك اسيد يا دكتور، ايه؟ ايوه يا دكتور، الكلابيولونيك اسيد هو ميتنج. السبب. ممتاز دكتور محمد جمال، شكرا، ممتاز. كلافيولينيك اسيد، معلش نحفظ المعلومات دي عشان المعلومات خطيره. كلافيولينيك اسيد ممكن يرفع، عشان انت ممكن ببساطه جدا يبقى حل العيان والمشكله الموجوده معاه جوه كيسه، تفتح كيسه كده تلاقي فيها هو تفسير الليفر انزيمز عاليه ليه؟ خلاص، عشان بياخد زي ما الدكتور محمد كان بيقول كده. خلاص يا رجاله، تمام. كرونيك هيباتيتس لو عنده بي سي، عنده ليفر سيروزيس، كوليستاتيك ليفر ديزيز، هيباتيك نيوبلازم، ميتابوليك ليفر ديزيز، كله ده ممكن يرفع. لكن الماركت اليفيشن، يعني الماركت اليفيشن فجاه واحده ببص كده يا لهوي الليفر فانكشن الاف الاف يا اولاد. الالاف دي مع مين بقى؟ مع الفيرال هيباتيتس. في الاكيوت فيرال هيباتيتس لو جبت طفل صغير كده وجاله اكيوت هيباتيتس ايه، وجيت بصيت على الليفر فانكشن بتاعته، ياه الليفر انزيمز تلاقيها طايره في السماء. خلاص، كذلك لو عنده اكيوت
بي او بعض الدراجز السيفير توكسيستي منها، زي ما الدكتوره كانت بتقول، الدكتوره ندى من شويه كانت بتقول بارستامول. بارستامول بيعمل توكسيستي على جرعه كام يا دكتوره ندى؟ دكتوره ندى، دكتوره ندى كانت موجوده معانا والله من شويه. لا اربعه، لا الدكتوره ندى قالت 12. ممتازه، 10 ل 12. ال 10 ل 12 دي تنزل 8، بس ما اعرفش تنزل 8 في حاله ايه. حد يعرف تنزل 8 في حاله ايه؟ لا اربعه، لا يا دكتور ايه، تنزل 8 لو العيان الكحوليك او بياخد باربيتوريتس. تمام، فدي النقطه الثانيه في الموضوع. طيب المودريت اليفيشن في الاوتو اميون وفي الدراج انديوزد وفي الالكحوليك ليفر ديزيز. خلاص خدنا الليفر انزيمز وعرفنا الاكسترا هيباتيك كوزز بتاعتها، وعرفنا ان هو ممكن يبقى مايلد اليفيشن ومودريت اليفيشن، وعرفنا ان الاي اس تي مور سبيسيفيك عن الاي اس تي. الاجانب مطلعين حاجه اسمها ديرايتس ريشيو. الديرايتس ريشيو دي مهمه جدا بالنسبه له. ايه بقى حكايه الديرايتس ريشيو؟ يقول نقسم الاي اس تي على الاي ال تي، ولو كان اقل من او يساوي واحد ده معناه ايه؟ ان هو القصه انفليميشن. لو لقيتها اكتر من واحد ده معناه ان هو في نيكروسيس. خلاص كده؟ معايا؟ تمام؟ طيب السؤال الثاني، انا جيت دلوقتي وعملت الو عشان كده اتفضل اديني 10 دقايق بس كده وكلمني كده. لو احنا قلنا مثلا عيان جاي بليفر انزيمز عاليه هنعمل معاه ايه؟ خلاص معايا دكاتره، معاه كمان اي ال تي بس هو اللي عالي، بناخد هيستوري منه وبنعمل فيزيكال اكزامينشن ونبص على العيان الادويه اللي هو بياخدها، دراجز، الكحول، اوبيستي، دايبيتك، اي حاجه من الحاجات دي كلها. ما لقيناش حاجه من الحاجات دي كلها بنسحب للعيان هيباتيتس سي فيروس انتي بودي والهيباتيتس بي سيرفس انتيجين. تمام، لقيناهم موجودين خير وبركه هنعالج، ما لقيناهمش هندور على حاجات ميتابوليك ليفر ديزيز زي تحليل اسمه سيروبلازمين، وبنعمل حاجه تاني اسمها فيريتين وتوتال ايرون بايندنج كاباسيتي، وتحليل اسمه اي ان اي، وتحليل اسمه انتي سموث ماسل، والفا 1 انتي تريبسين تيست. حد يعرف اي تيست من التيستات دي اللي احنا بنقولها؟ حد سمع عن اي تيست؟ دكتور مصطفى، دكتور مصطفى، دكتور مصطفى، دكتورة ندى، دكتور محمد جمال، حد سامع يا جماعة أي حاجة؟ حد بيجاوب؟ لا ما حدش يجاوب لي على البتاع ده، يعني حد يرد عليا على طول مباشرة، ما يجاوبليش على ال... سيروبلازمين ده تحليل بتاع ايه؟ بتاع مرض اسمه ويلسون، بتاع الناس اللي هي عندها مشاكل في الكبر. الفيريتين ده بتاع الناس اللي هي عندها مشاكل في الايرون ميتابوليزم، اللي هم عندهم هيموكروماتوز. الاي ان اي ده بتاع الناس اللي هم عندها التهاب مناعي في الكبد. تمام، اوتو اميون هيباتيتس. الالفا 1 انتي تريبسين ده في الناس اللي هم عندهم ميتابوليك ليفر ديزيز. طيب لو لقينا تستدي نيجاتيف هنعمل سي تي او هناخد ليفر بايوبسي عشان نعرف ايه سبب الاليفيشن في الليفر انزيمز اللي مش معروف. فهمنا الالجوريزم ده؟ الالكلاين فوسفاتيز، الالكلاين فوسفاتيز ده تحليل تاني من التحاليل المهمه جدا، بس خلينا نبقى عارفين ان الالكلاين فوسفاتيز ده بيطلع من البايل كاناليكولار ايبيثيليوم، وبيطلع من السيلز اللي هي بتطلع بايل. فلو في مشاكل في هذه السيلز هيبتدي يرفع الالكلاين فوسفاتيز. يعني الالكلاين فوسفاتيز ده لما يرفع اكتر من 3 فولز يقول لي ان في مشكله
في الكومن بايل دكت، في البيلياري سيستم، في اوبستراكشن، في انتراهيباتيك كوليستيزيس، في ناس جوه الليفر ضغط على البيلياري سيستم. فده على عكس باقي الانزيمات اللي هو الاي اس تي والاي ال تي، ملوش دعوه بالهيباتوسايتس اكتر ما يكون ليه علاقه بالبيلياري سيستم. هنا كومن بايل دكت مقفوله، في انتراهيباتيك كوليستيزيس، في ماس انفلتريت الليفر، اي حاجه من الحاجات دي ممكن ترفعه. الالكالين فوسفاتيز ليه انواع كتيره، يعني ممكن يرفع في لو في مشاكل في البول، لو في النورمال بريجننسي لانه بيطلع في من بلاسينتا، ممكن يرفع برضو في الناس اللي هو جروينج بون في الاطفال الصغيره. فعشان كده ابتدوا يعملوا حاجه اسمها هيباتيك الكالين فوسفاتيز. تمام، ده مش موجود عندنا، احنا بنعمل الكالين فوسفاتيز العادي في المعامل بتاعتنا، لكن في حاجه اسمها هيباتيك الكالين فوسفاتيز، وده بيرفع بس مع البيلياري سيستم او المشاكل بتاعه الليفر ديزيز، سواء كان برايما بيلياري سيروزز او لوكالايزد بيلياري سيستم ديزيز. الجاما جلوتاميل از مور سبيسيفيك زان الالكالين فوسفاتيز، وبرضه بيرفع في المشاكل اللي هو يكون فيها بيلياري اوبستراكشن. الفايف داش نيوكليوتيدز، وده برضو تحليل من التحاليل اللي ممكن ترفع اكتر واكتر في البيلياري سيستم اوبستراكشن. تمام، لكن الايو بيبقى عالي في التشايلد هولد وفي البريجنانسي، وده عشان ليه علاقه بالبلاسينتا برضو. اللاكتيد هيدروجينيز هرمون، وده بيرفع مع اي تيشو بريك داون، فممكن يرفع لما يكون في شوك دي ليفر، وشوك دي ليفر معناه ما فيش بلاد سبلاي رايح للليفر كويس، او في حالات الهيمو